السلام عليكم، صباح الخير، شلونكم اخباركم؟ ان شاء الله زينين. اليوم راح اخذكم المكان شنو تردونه موجود بي، شنو الشغلة اللي تخطر ببالكم تلقونها بي. بس تابعنا لنهاية الفيديو ودعمنا بلايك واشتراك اذا ما كنت مشترك، واذا مشترك اشترك مرة ثانية. لا تشاقى وياكم صدق، اذا مشترك اشترك مرة ثانية، اذا مشترك طلنا سوي شير، واذا ما مشترك اشترك. تابع الفيديو الاخير وراح تشوفون المكان اللي كل شيء موجود فيه، كل شيء موجود، كل شيء. وانا بانتظار مترو الانفاق، وهسه وصل مترو الانفاق اللي راح ننتقل بيه من المنطقه اللي احنا هسه موجودين بيها للمنطقه اللي راح نروح لها، قلت لكم عليها ببدايه الفيديو، وراح نصعدها. حاليا صاعدين بمترو الانفاق، وراح ننتقل بعدها المترو ثاني حتى وراها نوصل للمنطقة المطلوبة اللي راح نروح لها. خلوا العلامة هاي حتى لا ينتشر فيروس كورونا، يعني ما حد يقعد بصف الثاني. وهي من جانبنا لين صيف وريحة، ويجي لك واحد محمض. وهي قضيت الطريق عليكم كله اكذب، صبرتكم شوي شوي لحد ما وصلنا. هسه وصلنا ان شاء الله، وراح نشوف وين رايحين بعد ما اعرف المكان يعجبكم لولا. هسه متجهين بالطريق، وهاي العالم كلها رايحة لنفس المكان. هذا يسمونه سوق الأحد هنا، سوق الأحد هذا بس يوم الأحد يفتح، أكيد يعني سوق الأحد يوم الأحد يفتح. بس شوي وصير زخم، هاي السيارات طبعا كلها جاية لنفس هذا السوق، يعني عليها زخم كلش قوي هذا السوق. راح تشوفونه هسه، هذا السوق وصلنا له مثل ما تشوفون، وكل شي بيه موجودة، بي شغلات الطبخ والموسيقى والنظارات وكل شيء، كل شيء كل شيء، يعني سوق للمستخدم، بس الغراض المستخدمة. وهاي العالم يعني سوق كلش كبير طبعا، بي يعني اكثر من مكان، بس يعني بين مكان ومكان، او شلون مسوين، هو مجمع، يعني 5 دقائق مشي مجمع عن مجمع، وكلش كبيرات يعني المجمعات. هاي جاي يشوفون العالم تتسوق، يونانيين وعرب وهواي والله جناس، يعني هنا افارقة، افغان، ايرانيين، سوريين والعراقيين، هم هواي جناسي، كلش هواي جناسي ما ينعدن. وبي شغلات مستخدمة كلش. كل ما عليك تصير مثقف، بس تشتري رابطة، وبالصيف تخنق روحك تصير ثقافة فول عندك. مثل ما تشوفون هوسة السيارات والعالم الجاية لهذا السوق. طبعا الواحد يجي له على شغلة واحدة بهذا السوق يرجع له بمئة شغلة، لان شي رخيص ويشوف شغلات يعني محتاج هنا وما جايات على بالي. خلص فيديونا لهذا اليوم، التقيكم فيديو جاي. see you next day، شوفكم بكرة، باكر نلتقي، الصبحون على الف خير، مع السلامة، في امان الله.